دي مسابقة للبنات، بيحسبوا سرعة ايديهم، هيكتبوا كم كلمة في الدقيقة، على الأقل لازم يكتبوا 360 كلمة. المجهود اللي بيتعمل في المسابقة بيعادل الجري 5000 متر، والكلمة اللي بتكتب غلط مش بتتحسب. في آخر المسابقة بيختاروا الناس اللي كتبت أكتر، بس بطلة قصتنا هي بنت ريفية جميلة، حلمها تبقى سكرتيرة. في القرن ال15 البنت اللي بتكون سكرتيرة المدير لازم تكون جميلة. كل البنات المتقدمة للوظيفة جايين متزوقين عشان يلفتوا نظر المدير. دخلت شياومي المقابلة، فضلت تشتكي من وضع أسرتها، مكملتش كام جملة والمدير قال لها امشي، لكنها عملت حاجة لفتت نظر المدير. مسكت شياومي الآلة الكاتبة والورقة اللي على المكتب وبدأت تكتب اللي فيها. شياومي مختلف عن الناس التانية، بتستخدم 7 واحد بس في الكتابة، وكمان بسرعة جدا. كتبت شياومي الورقة بسرعة مش عادية، مكملتش نص دقيقة من غير ما تغلط في حرف واحد. فرح المدير جدا، قدرت تتصرف. تاني يوم اتكلم مع صديقه عن شياومي، عرف من صاحبه ان في مسابقة كتابة هتتعمل قريب، وان اللي هيكسب هياخد درع ذهب. قال المدير لشياومي تسجل اسمها. في اول جزء في المسابقة كانت شياومي مكسوفة من طريقة كتابتها، واللي جنبها كان بتكتب بكل صوابعها وبتكتب بسرعة. بدأت المسابقة، ارتبكت شياومي، الكل كان بيغير ورق بسرعة، بس ارتباكها عطلها، عشان كده خسرت في المسابقة. صعبت على المدير، قرروا ان يدربها، قال لها تروح له البيت عشان يدربها ازاي تكتب بصوابعها العشرة. علمها الاول على الآلة الكاتبة بتاعت الأطفال، عليها 4 ألوان مختلفين عشان يسرعها في التدريب. لونت شياومي ضوافرها بلون الزراير، تعبت من التدريب، ساعدها المدير ودلك لها صوابعها. مع الوقت علاقتهم بقت قوية. بدأت المرحلة التانية من المسابقة، المرة دي شياومي ما كانتش خايفة، كتبت حوالي 490 كلمة في الدقيقة، فازت في المسابقة. طارت من الفرحة، شالها المدير من كتر الفرحة، حضنها وفضل يلف بيها. المسابقة اللي بعدها كانت في فرنسا، هتنسل شياومي بلدها وهتتنافس مع بنات من كل حتة. لكن وسط المسابقة كان في منافس قوي جدا، وهي شياو تسي، بتكتب 500 كلمة في الدقيقة، بتكتب الآلة الكاتبة بتاعت أسرتها. اتوترت شياومي، بس المدير كان بيحمسها. بدأت المسابقة، أول واحدة غيرت الورقة هي شياو تسي، فضلت تغير ورقة ورا التانية. أثناء المسابقة بتكتب شياو تسي بقوة، مش بس بتغير ورقة بسرعة، لكن وقت جمع النتيجة باقي المتسابقين صوابعهم بتوجعهم من الكتابة، وفي اللي بيغمى عليهم، بس هي كانت بتقعد تبدر ضوافرها ولا بتتعب. أعلنت لجنة التحكيم النتيجة، الفائزون في المسابقة هما شياو تسي وشياومي. عملوا بينهم مسابقة نهائية، متعودة إنها تكتب 500 كلمة في الدقيقة عادي، وفازت بالمسابقة دي قبل كده. فضلوا يكتبوا بسرعة، كانت شياو تسي بتكتب بعنف، وشياومي بتحاول تبذل أقصى جهد ليها. انتهى وقت المسابقة، حسبت لجنة التحكيم عدد الكلمات اللي كتبوها، طلعت زي بعض بالظبط. مد وقت المسابقة 5 دقايق كمان، واللي هيكتب أكتر فيهم هو اللي هيكسب. وهما بيحضروا للمرحلة اللي بعدها، فكرت شياومي إنها تنسحب، بس المدير قال لها أنا كنت بخدعك، وقت التدريب العادي كنت بتسجلي أكتر منها. غضبت شياومي، بس في نفس الوقت اتحمست، وقررت إنها تحاول تكسب البنت دي. وفضلوا يبصوا لبعض ويغيظوا بعض. بدأت المسابقة، اختار المدير انه يخرج بركات المسابقة عشان خدع شياومي. عمرها ما حطمت الوقت القياسي، لكن المدير قال لها كده عشان يزود عزيمتها. في الوقت اللي كان قاعد حزين فيه اعلنوا اسم الفايز، دخل القاعة بسرعة، طلعت شياومي هي الفايزة. فكر يجري عليها ويحضنها، بس معرفش يعدي من الناس. عرف من اللحظة دي ان شياومي ما عادتش بتاعته. بعد ما فازت شياومي بالمسابقة بقت نجمة مشهورة، بتعمل عروض بالآلة الكاتبة، بتقدم العروض قدام الناس كلها، وبقى ليها معجبين كتير، وارتبطت بالمدير بتاعها، وقررت تكمل مسابقات، ودخلت مسابقات أسرع بنت في العالم. المنافسة المرة دي قوية جدا، كانت بتكتب 512 كلمة في الدقيقة. فازت قبل كده في مسابقة الكتابة الأمريكية عشان تتدرب، عشان آلة الكتابة كانت صغيرة، كانت بتتلخبط في الكتابة. بس اللي شياومي ما تعرفوش إن المدير الجديد معاها بس عشان ينشر المنتجات الخاصة بيهم، وكمان ما تعرفش إنه مختلف تماما عن المدير السابق اللي كان بيشجعها دايما، اللي مش بيبطل تفكير فيها. جه يوم المسابقة، هتعرف شياومي تفوز المرة دي؟ دي مسابقة الكتابة العالمية سنة 1959. بدأت المسابقة وشجع الجمهور المتنافسين. انسحبت المتسابقة الإيطالية من المسابقة، المتسابقة الكورية كانت متوترة، المتسابقة البريطانية ظهر عليها التعب، المتسابقة الأمريكية كانت مغرورة، بس بطلتنا شياومي ما زالت قوية. بعد نص المسابقة فضلت المتسابقة الألمانية والأمريكية والفرنسية والكورية. كان باين على المتسابقة الألمانية إنها محتارة شوية، وكان باين على الكورية إنها مش هتلحق تخلص، وفي الآخر فضل المتسابقة الأمريكية والمتسابقة الفرنسية شياومي. في آخر مرحلة من المسابقة يا ترى مين هيكسب؟ وهم فترة الاستراحة كانت شياومي مرعوبة، وكان في 3 أشخاص بيدلكوا صوابع الأمريكية وكانوا بيطمنوها. فكرت شياومي إنها تنسحب، بس المدربة مسكتها قالت لها أنت كده ممكن تخسري. بدأت المسابقة،
المرحلة الثالثة من المسابقة 3 جولات، كل جولة 5 دقايق، اللي هيكتب عدد كلمات اكتر هيبقى بطل العالم. هتف الجمهور قدام المسرح، كتبت 510 كلمة في الدقيقة، والمتنافسة الامريكية كتبت 509 كلمة في الدقيقة. في الجولة الثانية من المسابقة ما استسلمتش الامريكية، وقالت لشيومي البنات الفرنسية مش بتعرف تعمل حاجة غير انها تطبخ. بسبب الجملة دي اتوترت شيومي وخسرت الجولة التانية. قامت وهي زعلانة دخلت جوه، مسكت الآلة الكاتبة القديمة بتاعتها، دخلت لها المدربة بتاعتها، انت ماسكة ايه؟ دي قديمة جدا. قديمة ازاي؟ وفجأة لقت واحد داخل من الباب، مديرها القديم، كان متابع المسابقة من اولها، فاهم نقط ضعف شيومي كويس عشان هو اول واحد دربها. قبل المسابقة قال لها جملة واحدة، اعملي اللي انت عاوزاه. خدت الآلة الكاتبة القديمة. اعترضوا صحاب الآلة الكاتبة الحديثة، لو غيرت الآلة بتاعتنا مش هنفوز بالدرع الذهبي، هدفعلك أضعافه. بدأت الجولة الثالثة من المسابقة، صحابها كانوا بيشجعوها، كانت شيومي واثقة جدا من نفسها. أثناء المسابقة ما كانتش بتبص على الحروف، كانت بتبص في عين مديرها القديم. انتهت المسابقة، كتبت شيومي 515 كلمة في الدقيقة، وفازت بلقب أسرع بنت في العالم، استخدام أحسن آلة وأحسن تكنولوجيا، ما يسويش حاجة جنب كلمة تشجيع واحدة ونظرة حب صادقة.